عم نعمل تسجيل. احنا بدنا نتحدث اليوم عن شغلتين. وزارة الأعمال، عمل وزارة البيئة الأردنية، دورها في متابعة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة في البيئة، واللي احنا حكينا المتعلقة في البيئة اللي هي تحديداً أني أهداف. إحنا بنحكي تحديداً عن هدف اللي بيتعلق في العمل المناخي، اللي هو يعني أهم هدف بأهداف التنمية المستدامة، اللي هو رقم 13 المتعلق في البيئة بشكل مباشر. وطبعاً كمان حكينا الأهداف المرتبطة فيها، مثل 14 الحياة تحت الماء، وال15 الحياة في البر، كمان المياه النظيفة والمياه الصحية. طبعاً حتى تأثير على البيئة عندي رقم 12 اللي هو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وطبعاً 7 اللي هو الطاقة النظيفة. أكيد عوامل أو خلينا نقول أهداف أخرى، مثل مثلاً الصحة الجيدة، بتكون كمان لها أثر كبير، لأنه مشكلة في المناخ بتأثر على صحة الإنسان. في عوامل بيئية زي ما قلنا، ممكن كمان عوامل أخرى ممكن تأثر على البيئة، مثل لما بنحكي عن السلام في حالات الحرب مثلا، وكيف بيتم التعامل معها. طبعا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نتذكرها، اللي هي لما ننظر لوزارة البيئة، نتطلع على الهيكل. يعني دائما بدي اياكم تتصفحوا كل السايت وزارة البيئة الرسمي. طبعا في لهم اكثر من موقع، على اللينكد ان، على الفيسبوك زي ما انتم شايفين، كمان على اللينكد ان بتلاقوا، بس مش محطوط هون، بس في عندي على التويتر اللي هو بيكون عادة مختصر ببعض الافكار اللي بيركزوا عليها، والرسائل بتكون عادة، وعلى الفيسبوك، وعندهم كمان انستغرام، وتفاصيل اكثر بتلاقوها. طبعا لما بنطلع على الوزاره، اذا بدي اطلع عليها بطلع عاده ما يسمى بالهيكل التنظيمي. يعني بشوف، طبعا هذا الاشي ممكن الاقيه كمان ب يعني وزارات مشابهه في دول عربيه او دول اخرى. عاده الهيكل التنظيمي بيبدا من الوزير، وفي عندي الامين العام الحلقه الثانيه، وبيكون في عندي عادة وحدات للرقابة، والرقابة المقصود فيها هنا مش بس رقابة إدارية، لما بنحكي بيئة يعني هي معنية بالتفتيش والمتابعة. وطبعا في مديرية خاصة عندهم بالتفتيش والرقابة البيئية. في أيضا عندي ما يسمى بصندوق حماية البيئة، واللي هو بيكون دوره يعطي نوع من الدعم لا زي ما انتم شايفين هنا، عندي انا عم بحكي في الهيكل التنظيمي، بيعطي نوع من الدعم لكل المديريات، خلينا نقول زي ما انتم شايفين هون المديريه والقسم، وحتى مين الاشخاص والى اخره. فانا عم بحكي عن هذه الجزئيه. صندوق حمايه البيئه بيعطي نوع من الدعم لكل المشاريع المعنيه بحمايه البيئه. ايضا في عندي عدد من اللجان، يمكن من أهم هاي اللجان اللي هي لجنة التراخيص المركزية لأي مشروع يؤثر على البيئة، لجنة تقييم الأثر البيئي. يعني هذا المصطلح كتير إحنا حنصير نستخدمه، اللي إحنا دائما نستخدم إنه تقييم الأثر، مش هيك؟ في يعني عالم التنمية هنقول، ولكن هنا بدنا نحكي مش أي شكل من أشكال الآثار، بنحكي هنا البيئي بشكل خاص. هذا المفهوم إذا أنت بتدخل عليه هتلاقي كتير من الوثائق، وإحنا هندرسه هذا في التفصيل، كتير من الوثائق بتتحدث عن هذا الموضوع. فهي حتى في عندي خلينا نقول نوع من الدراسات اللي عملت عليها كثير من المشاريع، حتى كان دورها انه تشوف انه بعد مثلا، هلا احنا بنقدر نشوف على سبيل المثال، وبتوقع انه ممكن هيك وزارة البيئة تشتغل عليه، انه شو تقييم الأثر البيئي في ظل جائحة كورونا مثلا، انه شو اللي عم بيصير. في دراسات عم تشتغل بهاي الطريقة. طبعا في عندي لجان للتدقيق البيئي، واللي هي بتعمل على أول شيء التحقيق ومن ثم التدقيق، وفي لجان فنية حتى تشتغل على موضوع ما يسمى بإدارة الموارد الخطرة ونقلها وتداولها وهكذا. طبعا في وحدات في كل تنظيم، عادة بيكون في عنا وحدات أو مديريات. من أهم الوحدات عنا ما يسمى بوحدة الاقتصاد الأخضر،
وهذا مصطلح أنا خلينا نقول يعني كتير مهم إنه نفكر فيه. هلأ كتير من المؤتمرات عم تشتغل على هذا المفهوم، إنه إحنا ما بدنا اقتصاد فقط، إحنا ما بدنا بس ننمي الاقتصاد، إحنا بدنا نركز على اقتصاد أخضر زي ما أنتم شايفين اللي هي عم تشتغل عليه وزارة البيئة، وبمعنى إنه كيف نشتغل على نمو اقتصادي يكون مستدام ويحافظ على البيئة بنفس الوقت، وبيهتم بنفس الوقت بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية كيف بتأثر عليه. طبعا في عندي وحدة شؤون قانونية، لما بيكون في عندنا اتفاقيات بتشتغل عليها وزارة البيئة كمان هي معنية في إنها تتابع التحقق وتنفيذ هذه الاتفاقيات، وعندي مديريات ومكاتب منتشرة في المحافظات المملكة تعمل على حماية البيئة. طبعا وبالإضافة لذلك في عندي، إذا بنرجع للهيكل التنظيمي، عندي عدد من المديريات مثل مديرية السياسات والتطوير المؤسسي اللي هي معنية في التنمية والتطوير والاستراتيجيات، ويعني خلينا نقول إدارة المشاريع ودعم القرار، وفي عندي مديريات معنية بالاتصال والتوعية البيئية، يعني إذا إحنا بنروح عندهم أو هن بيبثوا بالإذاعة أو بالتلفزيون أي برنامج تدريبي وتوعوي في الإعلام البيئي للمواطنين وللطلبة مثلا، هذا كله بيكون بسموه برامج التعليم البيئي أو البيئية. وفي عندي مديرية مختصة في واحد من الأهداف التنمية اللي هو بتعمل على هذا الهدف اللي هو العمل المناخي، فبيكون دورهم في هاي المديرية إنهم يشتغلوا على ما يسمى بتخفيف الانبعاثات، وكيف إنهم يشوفوا انعكاس هذا الإشي على التغير المناخي في الأردن. طبعا في مديرية خاصة في التراخيص والحد من التلوث، لأنه لما بنحكي عن تلوث الهواء أو المياه، إذا عم نحكي مثلا كيف أثرها على المياه النظيفة، كل هذا، أو مثلا التلوث ممكن يكون تحت المياه تحت الماء أو في البر، هذا كلياته بتقيسه هاي المديرية، وهي حتى اللي بتعطي التراخيص البيئية، وبتعمل هذا المديرية على نشر دراسات تتحدث عن الأثر البيئي. في عندي مديرية خاصة في إدارة النفايات والمواد الخطرة، لأنه إحنا بيهمنا إنه الإدارة تكون زي ما بنحكي استهلاك وإنتاج مسؤولان، فبالتالي هذه تعتبر من الإشي اللي لها علاقة بالطاقة كمان. فقسم إدارة الموارد الخطرة مرات بتكون يعني بتعمل على دراسة آثار النفايات الصلبة أو النفايات الخطرة، وبشوفوا كيف ممكن يتخلصوا منها بطريقة غير ضارة للإنسان، ومش بس الآن وعلى مدى مستدام. في مديريات طبعا التفتيش زي ما قلنا والرقابة البيئية اللي هي بتشتغل أكثر في الوضع الطبيعي في التفتيش البيئي، وفي وضع زي حالات إحنا هلأ مثلا في الكورونا بنسميه اللي هي حالات الطوارئ. في عندي مديرية تعنى بالرصد والتقييم البيئي، يعني بمعنى بترصد الوضع بتركز على المؤشرات البيئية، ولما نحكي مؤشرات يعني كل مؤشر له علاقة أو بيصب في التأثير على البيئة، سواء بنحكي صحة، تعليم بيئي مثلا، إذا كان في تمييز ضد المرأة كيف ممكن يأثر على البيئة، إذا كان يعني باخذ كل واحدة من هدول العوامل الأهداف وبشوف المؤشرات المتعلقة في البيئة وبشتغل عليها. إذا في عندي أيضا مديرية لحماية الطبيعة اللي هي بتركز على موضوع التنوع الحيوي اللي بنسميه البايو دايفرسيتي، وموضوع استدامة الأراضي على سبيل المثال والمياه كمصدر حيوي في الدولة. كمان في مديرية طبعا مالية اللي بتشتغل على موضوع تمويل المشاريع. خليني أنا أرجع لهاي الصفحة. وفي عندي يعني مديرية معنية في الشؤون البشرية والموظفين وكيف بيشتغلوا على الدعم التكنولوجي. هلا أنا بهمني أيضا تتطلعوا على مشاريعهم وخططهم الاستراتيجية، يعني إذا أنا بتطلع هون بصفحة الوزارة على الهيكل التنظيمي، خليني أرجع، هلاقي أيضا طبعا هون بيعطونا الهيكل، هاي الخطة الاستراتيجية شايفينها. بهمني أطلع كمان أيضا على الخطة الاستراتيجية،
وطبعا انت بامكانك اذا عملت يعني انك تدخل وتسجل اسمك وتبعث لهم ايميل وتقول لهم اني انا بدي المعلومه الفلانيه وبيبعتوا لك اياها على الايميل. اذا انت كمان مشترك على صفحتهم على الفيسبوك، عامل لايك او عامل سبسكرايب لعندهم على اليوتيوب، كمان بتقدر تاخذ تطلع على كل الفيديوهات. هلا انا بهمني دائما الخطه الاستراتيجيه، زي ما انتم شايفين هن بلشوا بسنه 17 او بالخطه اللي هي مسجلة هون، بس أنا بدي تطلعوا على، أكيد إذا بدنا نقارن بالغيارات الدراسة بنشوف شو الفرق وشو اللي أضافوه، بس أنا هون هاي اللي بتهمني استراتيجية وزارة البيئة. فإذا أنا بدي أحملها بعمل هون تحميل وبفتح عليها وبشوف إيش بتقول وزارة البيئة في هذه الاستراتيجية، حتكونوا حتشوفوها. خليني أنا أوريدي نزلت لكم إياها، بس يعني مش غلط مرة تانية، هتلاقوا في الخطة كتير من التفاصيل، ولكن أنا بدي هنا يعني ألخص لكم أهم الأفكار اللي وردت، اللي هي بتلاقيها هون في المحتويات، اللي هي بتتحدث عن زي ما أنا يمكن علمتكم في السابق إنه بدي أعمل، حاطين هون المنهجية، منهجية التطوير، إنه شو هي، زي ما بتشتغل أي بحث في يعني بحث إداري أو بحث تنموي، إنك بتطلع بتشوف إيش الميثودولوجي، المنهجية اللي استخدموها حتى يطوروا هذه الخطة، اللي هي ركزت على البرين ستورمينج، على العصف الذهني. طبعا وضعوا هن خطة لإدارة المخاطر. شباب دائما بكل وزارة بتلاقي خطط لإدارة المخاطر، بتلاقي تحليل زي ما كنا نشوف دائما لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، اللي هو سوات واللي أنا كثير علمتكم عليه بالجامعة. حط طبعا أي خطة بتبدأ في الرؤية والرسالة وقيم جوهرية وشو أولوياتنا اللي بنركز عليها في الخطة الاستراتيجية وهكذا. طبعا بنطلقوا من الأهداف الوطنية، فبالتالي المرجعية كانت وثيقة رؤية الأردن 2025. ليش؟ لأنها هي بتطلع على رؤية مستقبلية بناء على أجندة الاستدامة العالمية اللي هي طلعت لنا هذول الأهداف بهذا الشكل، وربطوا هاي التفاصيل كلها برؤية الوزارة ووضعوها. طبعا زي ما انتم شايفين هي لغاية 2022، يعني بمعنى انه هلا انا بعرف المفروض انهم يصيروا يفكروا قبل نهاية 22 انهم يعملوا على خطة مراجعتها بناء على ما يسمى بمؤشرات الأداء وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة في البيئة. طبعا بحطوا حتى قائمة الجهات المعنية في هذا الموضوع. طبعا هم بركزوا كتير على كل المشاريع، يعني إذا أنتم بدي أتركها لكم تطلعوا عليها، على كل المشاريع اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة. طلعوا هون مثلا بتلاقوا الملخص السوات أناليسس في نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. على سبيل المثال هن وضعوا في بناء على البرين ستورمينج اللي عملوه في الوزارة، إنه والله إحنا في عنا من نقاط القوة إنه في عنا مثلا خبرات في المجال البيئي وفي عنا إطار قانوني إلى آخره، بس مثلا من المشكلات أو الضعف إنه مثلا ما في استثمار أفضل، أما في استثمار للكفاءات بالشكل الأفضل في الوزارة وهكذا، أو مثلا في ضعف دور المرأة في المبادرات البيئية. فهذا بيدل على إنه خلينا مثلا ممكن الناس ياخذ فكرة يقول إنه طيب خلينا نشتغل أكثر، إذا في برنامج مع اليو إن وومن نركز فيه أكثر على التنتين، يعني يكون متداخل المرأة وموضوع البيئة. الفرص مثلا ممكن تكون انه اهم فرصه اللي هي انه القياده العليا في الاردن مهتمه في المجال البيئي، وبالتالي في عندنا صناديق تمويل. بس مثلا من التحديات انه في عندنا ضغوطات، خصوصا مثلا من اهم الضغوطات يمكن هون مش موجوده، بس هي هاي اللي هي النقطه الاخيره، احتماليه تراجع المساعدات الدوليه بسبب جائحه كورونا، هذه جديده تم اضافتها بالمناسبه، ويعني السنة الماضية بس حطوها. وموضوع اللاجئين مثلا، يعني هذه كلها الأوضاع السياسية كيف بتأثر على الأردن بشكل كبير. طبعا هاي الرؤية شايفينها، رؤية اللي هي وزارة رائدة في الحفاظ على عناصر البيئة نحو تنمية مستدامة، ورسالتهم حماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية والحيوية من خلال وضع الأطر التشريعية وإنقاذها وإنفاذها عفوا، وإعداد استراتيجيات وسياسات
تنشر ثقافة البيئة، الثقافة البيئية، وبتركز على ما اللي احنا حكينا عنه اللي هو اقتصاد أخضر، أوكي؟ وطبعاً كيف بيتم هذا الحكي حتى يتخلصوا من التلوث والآثار السلبية للتغير المناخي، إنه لابد أن يكون في نهج تشاركي، يعني كل مش بس الموظفين والناس المعنيين في الأردن أنهم يكونوا شركاء في هذا المشاريع، هاي المشاريع. طبعا هاي اللي امامكم احنا اللي بنسميها شجره الاهداف، هاي اللي انتم شايفينها هنا، انا بصغرها بس عشان تشوفوا الفكره. شجره الاهداف كيف تشتغل؟ شجره الاهداف انه احنا نشبك الاهداف الاستراتيجيه في الوزاره على مستوى الاردن، على مستوى التنميه المستدامه في العالم. فاحنا بنقول بدنا اردن مزدهر ومنيع، طيب كيف بدنا نحقق هذا؟ من خلال احنا قلنا بنركز على نبدأ من طبعا عندي رؤية ورسالة وأهداف زي ما حكينا اللي هو هذا الجانب، صح؟ وإحنا عندنا أولويات، إحنا قلنا لازم نربطها في الأولويات، أولويات على مستوى الأردن اللي هي اشتقوها من رؤية 2025. فإذا كنا بنحكي مثلا في الخليج نفس الشيء بيكون في عندهم رؤية وهكذا. مشروع النهضة اللي بيركز على محور التكافل والأولويات الوطنية أخذوا منه واحدة من هاي الأهداف اللي هي البيئة وسلامة المواطن، فتتوها أو اشتغلوا على الأهداف التنمية المستدامة زي ما قلت لكم أنا 12 و13 و14 و15 اللي هي هاي 12 13 14 15، هدول أكثر أهداف متصلة في الموضوع. وبعدين طبعا في أهداف أخرى بس هم يعني أنا لو محلهم باخذ أهداف أخرى مش بس هدول. وقالوا إيش الأولويات الاستراتيجية القطاعية حتى يشتغلوا على مستوى رفع الكفاءة يعني الوزارة في حماية البيئة. وبعدين دخلوا في رؤية ورسالة وإيش هي القيم الجوهرية اللي لابد إنهم يستفيدوا منها، مثل العمل بروح الفريق، موضوع المسؤولية كتير مهم في البيئة، والأهداف اللي قسموها لأهداف استراتيجية مؤسسية، وكل هدف طلعوا فيه بمجموعة من البرامج زي ما أنتم شايفين. فمثلا إذا أنا عم بحكي بدي أشتغل على سبيل المثال نشر البيئة، الثقافة البيئية وتعزيز السلوك البيئي، فقالوا إنه ممكن نشتغل على موضوع التثقيف والتوعية البيئية، أو قالوا إنه ممكن نعمل إشي اسمه برنامج اسمه التعليم البيئي من أجل التنمية وهكذا. فإذا هدول أنا بترك لكم إياهم تطلعوا عليهم اللي هن أهداف التنمية المستدامة البيئية. طبعا هنا قائمة المشاريع اللي اشتغلوا عليها، كل واحد من هدول المشاريع أنا حطيت لكم في الملفات في الدراسية هون، نزلت لكم أهم هدول الملفات واللي أنتم مطلوب إنكم تطلعوا عليها. طبعا من أهمها زي ما أنتم شايفين حسب البرامج، في عندي مشروع بيحكي عن التنوع الحيوي وكيف ممكن إدارة الموارد الطبيعية بناء عليها. طبعا في إشي بتشتغله وزارة البيئة لحالها، في إشي هلأ بنشوف الشركاء، في إشي بجوز مع السياحة، في إشي بجوز مع الأمن، إشي مع وزارة التربية، إشي مع وزارة الصحة، حسب التداخل والتقاطع في الموضوع. الاستدامة، الإدارة المستدامة والحد من التصحر، وموضوع تأهيل المواقع المتضررة بيئيا و مراقبة عناصر البيئة وحمايتها والتنظيم البيئي، وأيضا إدارة الموارد الكيماوية اللي موجودة في الأردن. طبعا موضوع التفتيش حكينا البرنامج المتعلق فيه، وحتى الجهة المعنية في متابعة التشريعات ومتابعة موضوع التغير المناخي وقصص مثل حماية الأوزون. وهذا المشروع كله يعني كتير مهم نركز عليه، خصوصا في الشباب اللي منكم بده يتحدث عن موضوع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. يعني الفكرة كيف بتتم وشو إدارة التدوير، كيف بتم العمل على خلينا نقول تحويل أو الاستفادة من هاي الفكرة من أجل الطاقة المتجددة اللي هلأ عم تطلع فيها مشاريع كثيرة مثل في السعودية، في الإمارات، عم يشتغلوا على بناء مشاريع ومدن مثل مدينة اسمها نيوم، عم بناءها بشكل كامل. أنا حضرت انطلاقتها، كان في مؤتمر بناءها كامل على ما يسمى بمفهوم الاقتصاد الأخضر وإيكو سيستمز، يعني نظم بيئية
وبتحافظ على كل مكتسبات يعني خلينا نقول الإنسان في الثروة البيئية. طبعا كثير في عندي جهود كمان بتتعلق في التعليم البيئي، جهود تتعلق في تطوير الجمعيات البيئية، وإحنا يعني في إذا بتطلعوا على الجمعيات البيئية هنلاقي إنه هناك الكثير، ولكن بحاجة إنها تشبك وتربط مع بعض حتى تعمل بجهد مشترك مع وزارة البيئة في بناء قدراتها في إدارة المعرفة وفي التحول الذكي وإدماج نقطة كتير مهمة هاي النوع الاجتماعي في هاي المشاريع. هلأ هون أيضا وضعينا الوزارة ما يسمى بالمؤشر، والمؤشرات اللي هي بتدل على تطورنا في البيئة. فموضوع مثلا بتلاقي إنه عندي مؤشرات لحماية المواطن البيئية اللي بنسميها الهابيتات بروتكشن، بيشوفوا قديش نسبة تمثيل الأنظمة البيئية مثلا في شبكة المحميات الطبيعية وهكذا، فبيشوفوا قديش عنا متنزهات، قديش والله قد برصدوا الحالات، قديش في عنا مثلا اعتداء على المحمية. إذا كنا بنحكي ب biodiversity و species protection، بيشوفوا إنه قديش في عنا أنواع من الحيوانات مثلا اللي ممكن تكون بتعاني من الانقراض، فإنه هل في حماية لإلها أو ما في. هاي النقاط يعني بيقيسوها وبيعملوا حتى مراقبة لها على مدار سنوات إنه نسبة التحسن، وبشوفوا هل المفروض إنها تتحسن هاي الأرقام كمؤشرات. مثلا حتى موضوع تلوث الهواء، هل عم بتشوفوا أنتم تغير أو ما عم بتشوفوا تغير؟ هذا كلياته بيشتغلوا عليه وزارة البيئة. حتى في إدارة النفايات في موضوع التفتيش على هاي العناصر البيئية المختلفة، وبربطوا زي ما قلنا بهدول الأربع أهداف 12 13 14 15 اللي حكينا عنهم، بياخدوا كل مؤشراتهم. فأنا هون مثلا حاطة مؤشرات إلها علاقة بحماية طبقة الأوزون إذا عم تحكي عن الغلاف الجوي، أو مؤشرات إلها علاقة بالتحول الاقتصادي، يعني شوفوا مثلا حتى مثلا عدد الجلسات والتدريب اللي بيعملوه لهذا الموضوع بيتم رصده. شوفوا كيف إذا في تشبيك مع بعض الوزارات زي ما أنا قلت لكم، مثلا مع النقل، يعني مثلا شبكة وزارة النقل اللي بتطلع باصاتها مثلا، شوفوا قديش بتأثر على الاقتصاد الأخضر بالنسبة للهواء والتلوث، موضوع الزراعة، السياحة، كل هاي يعني بيتم المياه بيتم التشبيك معها حتى يتأكدوا إنه صار في حتى ما يسمى بتعديل للسلوك البيئي، يعني إنه المواطن الأردني يعني يراعي هذا العنصر. ومش بس هيك، بدنا نوصل لما يسمى بثقافة التميز. ليش ثقافة التميز؟ لأنه بعد شوي بدنا ندخل على إشي اسمه جائزة التميز والاستدامة البيئية. هذه الجائزة طلعت فيها مركز الملك عبد الله للتميز، أوكي، واللي هي بتعطي، أنا مقيم فيها يعني من المقيمين اللي بيشتغل على تقييم المؤسسات والوزارات حتى نعطي تقييم أو خلينا نقول جائزة للجهات المتميزة. ففي السابق ما كان في هذه الجائزة، ولكن تم خلينا نقول إضافتها كواحدة من الجائزة جوائز. إحنا في عنا جوائز للتميز على مستوى المؤسسات والوزارات في مجالات مختلفة، مثلا المواطن مثلا التعامل مع خدمة المواطن، للجوائز تتعلق في المستوى القيادي على سبيل المثال، بس ما في كان جائزة للجانب البيئي بشكل خاص. أوكي، فهاي كانت بتركز، طبعا هي موجودة في كثير من الدول العربية والأجنبية، بتركز زي ما انتم شايفين على منح هذه الجائزة للجهات اللي عندها اهتمام أكثر في الجانب الصحي ومدلوله أو ارتباطه في المؤسسات الصناعية. يعني بمعنى طبعا في إلها شروط وفي إلها مميزات هذه، طبعا إذا بتفتح بتقدر تفتح على كتيب الجائزة اللي أمامك، وهذا الكتيب اللي أنا طبعا برضو نزلت لكم إياه وحتلاقوه موجود في الملفات كمان، وبيعطيك كل التفاصيل كيف تمت وعلى أي أساس بيتم بحصل كل وزارة أو بتحصل وزارة البيئة على سبيل المثال
في على درع ما يسمى بتميز في الاستدامة. طبعا احنا اذا بتشوفوا هذه الجائزة في فئاتها زي ما انتم شايفين هون، في إلها فئات مختلفة، منها ما يتعلق في الجانب الزراعي، منها ما يتعلق بالتسويق، منها ما يتعلق في الخدمات، في الصناعة، في كثير من المجالات. ويعني اللي بيهمني انه طبعا لها ميزات، انه هاي لما انت بتشتغل مع جهة اخذ جائزة معناها هي متميزة. طبعا بيتم كل شيء يعني بيدخل بعين الاعتبار في التميز، بدءا من يعني خلينا نقول كيف بنوصل للأداء العام بناء على قديش في عندنا أفراد في الوزارة بيشتغلوا على هذا المعيار، قديش في كيف العمليات بتتم في الوزارة حتى يضمنوا التميز في الاستدامة البيئية، وحتى موضوع الشراكات والموارد، إنه كيف بتعاملوا مع الوزارات الأخرى، كيف بتعاملوا مع الجهات المعنية. كل هاي النتائج كيف بتأثر سواء كأفراد أو كعمليات بتأثر على البيئة أو الاقتصاد والمجتمع ككل. يعني هذه خلينا نقول ملخصها للوثيقة. وطبعا كل معيار بيتم بيوضع لنا إنه كيف بدنا نحسبه، كيف بدنا نخطط لإله، كيف بدنا نطوره، وكيف بدنا ندير الشراكات بمعنى الجهات المعنية في هذا الجانب. طبعا بيتم تقييمه بشكل انه بتطلعوا على، يعني احنا لما بنقيم وزارة او مؤسسة في هذا المجال بنطلع على ايش خططهم، كيف بيطبقوها، وكيف كمان هن بيقيموا التطور حتى يصير في بيئة مستدامة وحفاظ على البيئة المستدامة. وبنطلع على النتائج فعلا اللي قبل شوي شفناها اللي هي الأرقام. طبعا احنا هذا الاشي ما بيتم إلا بناء على نموذج فيه زي ما انتم شايفين شوي معقد هو، بس هو بيبين لنا المنهجية، بيبين لنا حتى التفاصيل البيانات اللي بيتم أداء فيها المنهجية حتى نحكم عليها إذا هي سليمة ومتكاملة، بنشوف كيف تطبيقهم بنفذوه ولا بس إنه مخطط على الورق، وبنشوف كيف بيقيموا كيف بيحسنوا كل جهة من حيث القياس، وإيش التعلم والإبداع اللي صار، وشو الابتكار اللي عملوه في هذه المجالات. طبعا أيضا بناخذ هذا الموضوع حسب نطاق مختلف ومتعدد الجوانب، نتطلع على الصحة، نتطلع على كيف بيتم تمثيله أو تصنيفه، حتى الاتجاهات والأهداف والمقارنات والثقة، يعني كيف بيتم خلينا نقول هل بيتم يعني هاي النتائج بتظهر بناء على علاقات لها أثر، يعني بمعنى إذا صار في تحسن في الغل في خلينا نقول الغلاف الجوي، هل هو بسبب إنها عملت إشي الوزارة، ولا هو تحسن لحاله لأنه في عنا مثلا موضوع الكورونا، فهمتوا علي؟ فهنا بنربط ما بين الجهد اللي عملته الوزارة وكيف أثر على احتساب هاي النتائج. فإذا في عندي الكثير من الأهداف. طبعا هون بتشوفوا بعض الانستراكشنز أو خلينا نقول المعايير اللي وضعتها وزارة البيئة، واللي أصلاً اشتقتها من أجل تقييم أدائها حتى نوصل لحالة من، طبعاً هذا باللغة الإنجليزية نفسها، نوصل لحالة من الاستدامة البيئية. هو موجود باللغتين العربي والإنجليزي زي ما هو أمامكم، وثيقة كتير جميلة إنكم تطلعوا عليها. ولكن هي بتلخص بشكل عام إنه كيف بيتم إدماج آليات، يعني خلينا نقول وزارة البيئة كيف بتدمج دورها في حتى تساهم في إنها تطبق اتفاقيات البيئة العالمية، أوكي، وكيف إنها تطور آليات مؤسسية حتى تتعاون وتنسق مع المؤسسات الحكومية سواء الجهات يعني المعنية أو البحثية، وكيف إنها تطور أدوات اتصال وقواعد وبيانات إلكترونية في هذا المجال، وتعمل منصة حتى تصنع خلينا نقول سياسات لتقييم الأثر البيئي. طبعا هاي على سبيل المثال هنا
تقدروا تشوفوا تقييم الآثار البيئية للمشاريع على سبيل المثال، تاخذوا أي وحدة من هاي الدراسات وتطلعوا كيف بيتم النظر إلها حتى نوصل لما يسمى بالاقتصاد الأخضر اللي اشتغلت عليه وزارة البيئة في تصميم حملاتها زي ما أنتم شايفين هنا، يعنى بنمو اقتصاد مستدام في ظل الحفاظ على البيئة، وبيهتم بالأبعاد اجتماعية واقتصادية اللي بتأثر على الفقر والبطالة، وجهودهم تدخل على كل المجالات زي ما أنتم شايفين 6 قطاعات اللي هي الطاقة، مياه، نفايات، زراعة، سياحة، نقل إلى آخره. تمام، حتى هاي كلها بتأثر في مؤسسات المجتمع المدني حتى يقدروا يشتغلوا على تطوير خلينا نقول سياساتهم المحلية بشكل خلينا نقول أفضل. هلا أنا بدي أوقف هنا في موضوع خلينا نقول الفيوتشر للتنمية المستدامة، والمرة القادمة بدنا نحكي في موضوع الصراع البيئة والتنمية وكيف نظريا تم هذا الموضوع. حوقف هنا، سوري، حوقف الريكوردينج وأسمع إذا عندكم أي